مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج مركوب الخير يلتقى معكم مرة ثانية ويتمنى لكم أوقات طيبة معاه. في هاي الحلقة إن شاء الله له يناقش مواضيع مهمة من ذاكرة أهل الصحراء، وهي مواضيع مرتبطة ارتباط كبير حتى بالصحراويين وبالصحراء. هو مثلا يسمو العمام، كان ذاك الزمن التاريخ لا الهجري ولا الميلادي، ياسر الناس ما هي مرتبطة به بتصنيفهم للعمام، وكانوا لا يقولوا عام كذا، كل حادثة مثلا خلقت يسموا عليها ذاك العام اللي خلقت فيه. بالإضافة إلى أن له نطرق إلى مواضيع ثانية إن شاء الله مرتبطة بثقافة الصحراء وتقاليدهم وعاداتهم معاملاتهم في البادية. معنا في هذه الحلقة ضيفنا المفضل البخاري. مرحبا بك البخاري، مستهدف في برنامجك وعاد لا برنامجك أنت مع المشاهدين الكرام. السؤال اللي مطروح حلقة نذي عن المواضيع ثانية إن شاء الله اللي نلحقوها، مواضيع مهمة مولي، وأن الناس مثلا تسمية العمام عندها ما هي اللي عند نظريك؟ نظريك عندنا تورخوا بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري 1900 وكذا 1000، وذاك الزمن هذه الظاهرة ما كانت خالقة، ما هي خالقة، كان عندها الصحراء تاريخ معين ضابطين به العمام وضابطين به الشهرة، وذاك مثلا العام الحدث دخل في ذاك العام وهو اللي يقعد يسمي به عام كذا وعام كذا. بغيناك تعطي للمشاهد الكريم ذيك قضية العمان هي شنو معناها وعلى شنو دلالاتها وعلاش يسموا العام على الحدث. خالد عام نوع عن الدق، احنا ما نعرف اسم التاريخ ولا اسمنا شيء، سمينا ذاك العام اللي اظهر ما فيه شيء ما كان. ايش كذا؟ عن الدقة هذا تمين وعيط الخلق وشات مصارا من كل قلب الدقة خلق الناس تهرب ذا عني. وعليها وعليها شيء قبال عليها يدقوا الناس عليها خارج مرض معين وخارج مرض معين وعندهم ضده يفك الناس منه جات الناس وعدوا لاحق من قاع الناس تفرص الناس عيد دق مخزن يفصل الناس على الدق يخرص المخزن والرشالة أنا الناس المتولية المخزن الملي الدق الناس على شيء تقول الله ما تخسر شيء وراه ما تخسر شيء وراه هي اللامنة نطبقكم وراه هي اللامنة مصالحكم. معناها عن سابق عام الدق هو كذو 50 ما هو هو 53 معناها عن سابق 53 الناس قاعد ما قد دقت بصفه نهائيه، ما قد دقت ولا تعرف بعد دق، وهذا الحدث اللي خلقه عاد الناس تندق عادت مثلا ظاهره عاد راهي وعادوا يسموه عام الدق، عادوا يسموه عام الدق. بي سمعت على الناس خالق اللي مثلا خزن تركته وخالق اللي هرب حق بعد وخالق قاعد يتخزن هو خالق قاعد يمر عن ذيك التراب اللي فيها دق فيها الدق زين دقت الناس بعد الحمد لله ما يخسر عليها شيء تقبل فيها قاع شوي لين يدور من الذراع لغير من اللي تبرأ. هذا هو يقول عن الدقة تسمى الدقة لا خالق العمان الثاني معناها عن عام الدقة الناس اللي دقت ما وجع هالشيء ما وجع هالشيء الناس اللي ما دقت مدي ما وجع هالشيء ما وجع هالشيء معنى عن هذا لطف مولانا خير هو من لطف الدق ما تحتاج. معنى عن الناس كانت خارجة سابق الدق وكانت عايشة سابق الدق كانت عايشة سابق الدق واللي ندق بعد ما يخسر عليه شيء واللي ما ندق ما يخسر عليه شيء اللي قبل تسويه يقولوا كان حاسة كان حاس بالمرض وياكل قبل تسويه راجع انه ياكل المرض اللي كان حاس به اللي كان حاس به حق هي اخبار بعد عام الدق ايه ما هو عام شيء ما هو عام شيء من اللي على الحي ما قاعد قال ولا شيء بالنسبه للزمين الثاني
هذا بعد أخبار. أيوة العماد الثاني مثلا من الثاني سابق الدق، سابق عام الدق وعاقب عام الدق، ذوك العماد كامل اللي تعرف هذوك العماد مثلا لا توصل الرسالة للمشاهد والناس اللي عندهم بحث مثلا في الثقافة الحسانية، والناس اللي ما عندهم قاع بحث اللي باغي يعودوا عندهم معلومات عامة وخصوصا الشباب، كيف مثلا عام ريح الحمراء عام رجع ذاك العماد ذاك ايه عام الريح الحمراء كان الوقت زين وجات ريح ما خلت شيء، راحت الحية وراحت بالتراب وراحت كل شيء، وقلقة وعطات ليلة منها سموها عام الريح الحمراء. يعني ما قد شكيف في سابقا ولا لاحقا ولا لاحقا، هاي غضب غضب إجا من عند الله، وهناك القضب سماته الناس عام الريح الحمراء، لأن هذا العام أكبر حدث خلق فيه أكبر حدث ويمتنع قدر شفيه من قتنا هذا العام. رقاس معاك ما إلى ما لقيت بيدك ما تراه، وقع فيه الشيء يخلع، وقبل الحمد لله ما خلق فيه بعد عطب ولا خلق فيه الشيء، لا ذيك القتمة عطات عليهم ليلة ونهار، الله كيف رجاج مفروض عليه بيت مغنين اللي ساكن في قلبه ما حلاش. معناها عن بعد الإنسان سلك منها الحية لا تتفشول والحرارة الحية مرت يا غير مدلي انشبرت كاملة ولا وقع شيء الحمد لله، حق الحمد لله. شفت هذاك النوع مثلا منين تجي على أخطار اللي فيها منين يعود تعود الحية تشرب على منهل مثلا تعود البل تتكركب في الحسيان، يعود مثلا الشاشة كان مسارحين ما متحق من عقول من بال الله الحمد لله لما قضت حد بذل من السادة سويت عليها ما قضت حد على ابن جبرته الحمد لله في زمن الحية ما قاني علم جاته الزمن جاتنا الزمن الحية قاني علم، أما لو كانت اللي الحية علمنا والله الواقيش المهم بعد أرواقش بعد المهم ما أسكن الحسين مدلي خارقات العقاية الحسين ياسري وبيك المناسبة حد ما هو عاقل وشاف ياك ببلد اللي قبط فيه يسكن اللي ما هو عارف ياك ما يشوف حاسي قاع تعود رتبة؟ هي تعود رتبة من الحسيان ياسر من الحسيان ببلد زين واد ملان من الحسيان والله حفرة ملانة من الحسيان وتشرب منها الحية كاملة، ولكن قامت الحمد لله الريح وذي القضب أقبل الزمن الحية استغنى علمه هاي عند ما هي عند الحسيان هذه بنسمة الريح الحمراء، والحمد لله وفات عليهم بخير وعلى خير لا وفات عنهم كيف قاعد جمعوا حيتهم مرت ولا صفت عبد الحمد لله. ايه الكطل شي من عمان ثاني قلعت اللي تعرفهم في احداث معينه قالك شي من الانفار لك كيف الانفار اللي تم تيرين وسط الفار على الخلق ما خلى مش كسر تراب كامل كسر تراب كامل وكسر بعد منها ياسر وين بده يقول لك سنه كامله كسر بعد منها ياسر هي بعد من هنا هي بعد الصحراء اللي هي كسرها كامله الى مرتع سموه عام الفار سموه عام الفار لا كسرته وشي ثاني قولوا عام رجع من باسل عن رجع عن رجع بعض الناس في الزمن أعجاب الخريف مو الشتاء مو البرد
وقع لها ذاك المرض اللي ياسر الشيء اللي الدمها ياسر الدمها ياسر اللي هو يعاني المرض ما بقى صغير ولا بقى كبير خلي الحمد لله بسمك مرضيك القيم ما كان فيها خارج ياسر وذاك العام انا هذيك المناسبه سمى ذاك العام عامل وجع خارج نسمعهم يقولوا عام شو يقول لهم عام ذرذير نجوم وش يقول عام مثلا طايح نجوم ذاك شنو معناه؟ الا شيء من الله لا تمت يعشم الليل يلين ذرذرة نجوم على كل شيء ما عنده تجاوح الذرذرة على كل شيء على الذهب الأربعة على الذهب كامل وسموه ذاك العام عام الذرذرة نجوم سموه الذرذرة نجوم لا يمكن نجوم الذرذرة ناس ما عندها لها تاريخ ما عندها لها اسم سموه عام الذرذرة نجوم هو حاجة اللي عن ولا خلق انفجار في نجم مثلا هذه القضايا اللي هو خلق انفجار في نجم لكن لو كان واحد اثقل هذاك هذا كامل ذرذر في خطره ومعذر ذرهم بلاد التراب قايله الناس اللي يعني بلاد التراب قايله ذرذر الحمد لله ما نعطب بعد حتى لا يلحق احد مثلا الناس شافت الله ظل شافت الله ظل وشافته وهو مات وما شافته وسمى ذاك العام عام ذرذير النجوم وسمى ذاك العام ذوك النجوم لذرذير زين هذا اسامي البوادر اللي ما هي عارفه ما هي عارفه التاريخ الحديث ما هي عارفه هي معدله تاريخ الراسي معدله تاريخ تعرف به العمان وتعرف به الحزب وتعرف به دخول الشهره تعرف به كل عام عندما مثلا ذي عند هاي الحضاره مكتوب هم تاريخ اهل الصحراء رافدين في راسهم شفاهي يقولوا مثلا قد سمعنا عام كرواد كرواد شنو؟ عام كرواد هذا عام كرواد وكريم تكريدة هذه تكريدة واحد كرواد مانع شدة مانع كيف يلي تكريد هذه كلمة تكريد تكريد والله تكريد هذه شروق شي والله شروق وشي الحية ما هي راجع شي تروقه والمجاع فيها يجوع لا من الحية ولا من نار وديش يسموه كرواد عم حالي حالي تلقوا واحد ثاني لباس خليك فيه شوي من السحبة غير مر يروخ لي ذاك اللي ما بعيد من كرواد الكبير واحد سماه كرواد الكبير وواحد سماه كريم صغير ركض انت كريم من بساك هاي هم اللي سماه في هذوك العناء عني ومتاجدي زبري واحد شده شوي مانعه سماه كرواد الثاني كريم الحية ما رأت شيء لما أبعد من هاي العماد اللي الحية بعد بالأخص هاي العامين الحية هون ما جاب رشي اللي وقع الحية هم بعد قاع رهن معاونة بشوي علف رهن معاونة بالعلف والله الهيف ما خارج علف ما لك الزمن لك الزمن لك الزمن ما خارج علف ما خارج شو التراب شيء مشديدة سابقه ما غير كانت الا مركبه غير قاعد تاقبوا لها يوك العمان محاليين قاعد وراحوا سماوا يوك العمان يصير معناها هذاك العمان بعد فاز بياك لسه فاز بياك الشي كامل تعال صبوا لي عامل غش هذا يا كان غش الفأر وقش ولا غش الحية عامل غش الآن الحية بس كيف ذاك مرض يمكن في الحية ما يقولوا لا ما عرفت لي اسبابه شنو تقريبا الغش الحية كانت فرد وبس واحدة ما تعرف وكانت تصدر ما تعرف
ذاك يودي له المرض. مثلا هذا الصدر اللي يورث من الغش هذا يعود للصدر اللي يتلوم فيه هدامه وضع فيه دائما بكتيريا دائما هدامه اللي دائما في الصدر الحيه ما تعرفها وحيه من جبره الحطبه الحطبه اللي يقولوها احنا اسكاف يقولوها الزنف اصدار فيه الملح اصدار فيه الملح تقريبا اصدار كامل ما فيه الملح حيه متعلمه بها وقاس تبلد واعطاه فيها عام الله فيه ما فيه صدر يكثرها منه تغش المرض القش من قلت الملح بها اللي متعلمه بها ذيك الحيه اللي مات الملح انا اصدار الملح رغمها لها قلبوا لها الملح وقلبوا لها السر وخلي يشيلوا لها انسه زين من طريق نسمعهم يصوروا يقولوا عام العلف عام العلف ده بعد احنا ده نقرشوا عليه عام قاع ما قطع لف شي صابو عام العلف ذا خادم عام العلف يقولوا يقولوا والعلف ما طلع عندي عنه ما هو من هود ما هو من عند عام العلف علينا لا من عام العلف خلقت لا مره واحده خلقت اسحاب زينه وحرف الناس ياسر من الحرف واستوكع عندها الزرع وجاتها الشده عادي عاد شي من الخلق من ذاك المتبرك من ذاك عادي يعلف وعادي يشرب من عنده شي الزبيله يعطوا فيها زايده هذا في زر الترابي غير زر التراب ثاني حاجه اللي عن النصارى هم اللي جابوا العلف للناس هذه اول مره قعدت الناس تقول عاد مثلا مستغربه يخلقوا عاد تقول له عام العلف عام العلف غير شبر ولا قدر من الناس هذا ما هو واصل ما هو واصل شبر ولا قدر من الناس اللي تواري النصارى اللي حايز على النصارى ويشرى من عندهم زين ويشرى من عندهم ايوه عام التفرسي ياك شنو معناه؟ التفرسي شنو هو؟ التفرسي كانت حية فرنسا يقولوا حية فرنسا حية اهل موريتانيا حكامة فرنسا حكامة فرنسا كانت حكامة اسبانيا في الرتع العام زي له في حكامة اسبانيا وطلعت حية موريتانيا ومنهم هو واخذ على المدينة وقاب التسريح قاب كتاب الرتع يقال كتاب الرتع انا اقول لك تفرسي مراكيب عام تفرسي هذا هو اسبابه اسبابه هي زين الاسباب مين اللي معته الكواغط ما فرص عليه واللي ما هو عنده ما فرص عليهم اللي وياك التو رتعت الحيه ومنين تلين طرح الحوض قامت حيته حية فرنسا مكاتبتهم جاي مشارهم لحقولها اسباني لحقولها العسكر الفرس عارف الفرس وقبلونا عند الزعزعية وقبلونا عند ميجي وقبلونا في العريب وتلاحقوا بالحياة غير ما تلاحقوا بها لين عاد قريب من الخط انقطعت الحدادة ما فاتت اولها قطع واعدادها علم بتفرسي عنه خادم عنه خليك وقام مهزز ادوء هياك هو عين التفرسي التفرسي عليه حيت فرنسا على مكاتبة فرنسا وفرسي الاسباني وفرسي ولا الجمال من لا جمال ما بدا الجمال معناها هذا منك جماله؟ فوق راتك فوق راتك فوق راتك هيا سميت الناس عين التفرسي خالد لي فرصة عليه من درك بعد حتى مزال الحدادة وخارج الدين بعد الله من حاجة الحدادة علم بيه هز أشياء مر عنه دخل الخط حق هذاك العام سماه عام عام تفرس عام تفرس لقال ما قد خلي شي كيفه ما قد تفرس حال ما قد تخلي بغن عياه يخلق شوية متفرسية غير اللون المكاتب تاع ليلة عاد المكاتب تاع اسبانيا ولا مكاتب فرنسا يجوك تعود قز منهم ماشي والله
بريخ صنقة ماشية يقول لك زايلة لهم تين شمال يقول منك قرب إلى عاد عندك يفرصون يقول لك مشينا كان من رايش من الحية الثانية رانا نردوا لك جمالها هم تبقى. لا هم خالد المتر والله خالد الليل يمشي معهم يقول له هاي لين كان من رايش يدخلوا البيضة أنا سدخل البيضة مع نصارى زين وهاي لين كان من رايش من الحية كان نصارى يقبلوا شي ثاني يردوا لك انت ايوه زين هذا عرفنا عام الاتجاه بعد هذا العمان يما يا غير وحدين جاي بحملة جات الحية اللي كانت عنده ثم اتجاهها وقاموا فرصوا لها سواء بجبره سواء عنده كاط الرتعة وسواء ما عنده وسواء ما عنده يقولوا فرصوا لها الشمال كافي الناس اللي ترفد عليه عيال الاجمال هذه فرصوا لها الشمال خلي بدي فرصوا تلقي العيال فرصوا منها جميل اثنين جميل اثنين زين ايوه خارج ثاني عام قال له عام تقردي ذلي قرض عنه شنو ذلي قرض عنه شنو عيما ياك عام عيال التقردي الناس كانوا عندهم البال اللي هي هذه المخازن لا اسبانيا ولا فرنسا لا فرنسا كان عن مسند مسلسة السند اللي في فرنسا فيه ملعابر وفيه ديزل وفيه بيغور وفيه الله يستر له ثاني شنو برمي هذه ما خالد صنقه ما عنده 40 بال من الشمال هذا الناس واسم بيت المال يقولوا بيت المال يقالوا بيت المال والنقطه اللي خلقت من السحاب الفرس يهجر بيت المال هو صندوق الدوله مثلا صندوق الدوله بيت المال وعند السن من قرض التراب قرض التراب كامل قرض شيء ما يصدق لي كبير منهم عندهم كل صنقة عندها أربع عبادة غير السند ما يعود جهة واحدة كلهم الاتجاه كلهم الاتجاه زين وكلهم تقرض على اتجاهها يعود يدور حية يبطوها ويبطوا قاع رجلي ايه والله ايه هذه هي اللي بيقول لك هما التقردي يقردوا هذه بقعة الارض لا يخلي شيء فيها حتى الظن اذا جاوها اذا جاتهم صوعها صوع مانع يدوها يبطوها هذا هو اسباب التقردي قردوا لا هما البيت مالي بيت مالي هذيك اللي ما خارجة صنقة ما عندها أربع عيال من أسواسي وما خارجة مدة صنقة ما عندها بيكة ثانية من شمالهم هم اللي يركبوا عليهم ومن قوات معاهم وعندهم يخلفوا عندهم البلد يحلوا مثلا هم عندهم شمال وعندهم حتى نياق من عند الصنقة عند العرب أسواسي عند بنيات عند هي عند بنيات أسواسيد النصارى ليبال النصارى غير ما خالق واحد من بنيات ما عنده جمل اثنين منهم وقاض وخليف يحلبهم من عائلته راهي عائلته في الصنقة ايه زين 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 اذا عندهم الحية وبرضين التراب لحيتهم الحية الثانية راهي يتروا الى منين يجي يمشي وتم احنا نحاوتوها ونصرهم في الليل في الليل تزنقوا وزنقوا شو تقردوا بحال الحرف نخلي الى الليل تودر في الساكنة ونقيموا البن وتخش تقردوا وتبات فيه الى الفجر نقيمهم اللي داوي زين مشاهدي الافاضل برنامج مركوب الخير رانا بعد احنا ذهاب معنا مقردين عنكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته